كرئيس بلديه يعني كنت ننتظر في هذا القانون 23/17 او 17/23 وتمنيت تكون في عقوبات ردع اكثر، عقوبات ردعيه اكثر من ذلك. كما تعرفون باللي الاعتداء على العقار خاصه الفلاحي كان في سنوات التسعينات في عهد المندوبيات، اين تم الاعتداء على العقار بكل انواعها سواء كان املاك الدوله او العقار الفلاحي الى ذلك. احنا البلديه ربما يشاطرني الزملاء، البلديه هي اللي تعاني دائما، هي أكيد. في مرأى لا لا لا. لانه مثلا الاراضي الفلاحيه، هذه الاراضي الفلاحيه عندها مديريه الفلاحه، الوزاره الخاصه بها، مديريه الفلاحه. نعم. اين هي مديريه الفلاحه في حمايه عقارها؟ احنا البلديه، احنا البلديه ندخلوا، وكتاش ندخل البلديه في حاله ما شفنا واحد يبني نطلبوا منه مثلا الوثائق رخصه البناء الى اخره، نلقاوه عقار فلاحي. بصح مديريه الفلاحه وين تكون؟ وحنا مثلا في بلديه الدار البيضاء عندنا عشرات القضايا على مستوى العداله، ندخلوا ونصدروا يخرج المحلف، العون المحلف في تحرير محضر مخالفه، وبعد تحضير المخالفه بتوقيف الاشغال مباشرة صاحب البناية يتجه للعدالة ويجيب لنا قرار بتوقيف قرار الهدم. إذا البلدية راهي تعاني، وكل الزملاء يعرفوا هذا الشيء. في أحيان كثيرة نجد أن البلدية طرف في النزاع، نزاع في العقار، والبلدية ليست طرف فيها، مثلا بين مواطن تعدى على ارض فلاحيه، الملك تاع الارض هذه مديريه الفلاحه، المصالح البلديه، البلديه تقوم غير توقيف الاشغال. لكن كاين